قوها انها قويه جدا. تعالوا المشهد اللي بعده، دي حاجه دي سحليه اسمها سمكه الصحراء. ليه سموها سمكه الصحراء؟ لانها بتعوم في الرمل زي ما السمكه بتعوم في البحر بالظبط. سمكه الصحراء بتعوم في في في, في رمال الصحراء، بتجري جواها، بتخترقها زي ما السمكه بتعوم في امواج البحر بالظبط. هي بتجري كده فوق سطح الرمل، اول ما بتلاقي خطر على طول بتدخل الى باطن الرمال. طب هم اتعلموا ايه بقى المره دي؟ لا ده اتعلموا كتير. قالوا اولا ايه اللي بيخليها تجري داخل الرمال بهذه السرعه؟ اولا لقوا تركيبه جسمها مناسبه جدا للوظيفه دي، ربنا خلقها كده سبحانه وتعالى، لها سن مدبب وجسمها ناعم وانسياب. لكن لما دققوا النظر كبروا الخلايا بتاعتها مئات المرات، قالوا لا ده احنا في حاجات تانية موجودة ما كناش واخدين بالنا منها قبل كده. هي ايه؟ لقوا ان على جلدها اجزاء حساسة جدا، زي ما هنشوف بعد شوية. بصوا جلدها حساس جدا جدا اهو، بصوا ادي الاجزاء اللي احنا نقصدها اللي هي عاملة زي الحبل الصغير ده. ده بيعمل ايه؟ ده ما بيخليش أجزاء الرمل تعمل كهرباء تعطلها وهي بتجري، لأن احتكاك السحلية وبالسرعة اللي بتجري بيها داخل الرمل بيعمل احتكاك مع الرمل، فبيخلي الرمل يعمل حرارة واحتكاك كهربي. لكن لا، ربنا بقى حط لها مضادات كهربائية علشان ما تعملش شحنات استاتيكية على الجلد أهو، شوفوا، فالرمل يجري بسرعة لا يلصق بجسمها ولا يعمل شحنات عليها ولا يضايقها ولا يزعلها ولا اي حاجه، فتبارك الله احسن الخالقين. طب هم استفادوا ايه؟ استفادوا ان لما ييجوا يعملوا صناعات هتحتك بالرمال يعملوا عليها هذه المضادات والمصدات علشان ما يحصلش احتكاك وتعطلها.